خلينا يعني نروح لكابتن طارق محروس على الهاتف، حبيبي وحبيبي الاهلاويه. كابتن طارق ازيك؟ خير، ازيك يا كابتن هيثم؟ مساء الخير عليكم ومساء الخير على كابتن اسلام. حبيبي يا كابتن الاول، الف مليون مبروك التاسعه يا اهلي، ان شاء الله بنقول العشره دلوقتي. الحمد لله الحمد لله. طبعا بهني جمهور النادي الاهلي وبهني فريق الكوره وبهني كل محبين النادي الاهلي ومجلس ادارته والكابتن محمود الخطيب بالفوز الجميل ده والتاسعه. وبمناسبه التاسعه، على فكره هم 9 لعيبه في المنتخب مش 8. صحيح. طب كابتن، انت ادرى بقى يا كابتن طارق. بيقول لك اسلام، بيقول لك انت ادرى يا كابتن. طيب كابتن، يعني بطوله افريقيا دي ما فتحتش نفسك يا كابتن؟ والله احنا يعني نفسنا مفتوحه، ويمكن انا عملنا جلسه قبل ما لعبت منتخب تبنى، اتفقنا فيها على شويه خطوط عريضه باذن الله. اهم اهدافها حفظ جميع البطولات اللي احنا هنشترك فيها بعد كاس العالم، وده حلمنا كلنا. الاولاد عندهم اصرار وعندهم عزيمه، واعتقد ال6 ماتشات اللي احنا لعبناهم طبعا يعني طبعا مش على قد المستوى اللي احنا برضك بنتمناه، لكن ظروف اللي اسلام قال عليها عدم التجانس، انما يغيب عن فرقتك 9 لعيبه في بدايه تكوين فرقه فيها 6 لعيبه جداد، واضفت كمان لعيبه 2 لعيبه من الصغيرين، يعني انت مضيف عليهم 8 لعيبه، طبعا محتاجه وقت كتير على التجانس. بنحاول نقلل الزمن بان احنا نعمل اجتماعات كتير وعدد كتير وشغل في الملعب كتير برضك، وباذن الله يعني زي ما قلت قبل كده نوعد جمهور النادي الاهلي وكل محبين كره اليد وكل محبين الفانيلا الحمراء ان الموسم ده باذن الله هيكون بالنسبه لنا باذن الله بمشيئتك يا رب استثنائي، نحصد في كل البطولات اللي احنا هنشترك فيها باذن الله. طب كابتن قول لي، يعني كان عندك برضو مشكلة في نقص العددي، استعنت بفريق 2000 و2002، استعلت مجموعة من اللاعبين، مشيت الدنيا ازاي الفترة اللي فاتت في ظل غياب عدد لعيبة كبيرة مع المنتخب، وكمان كان في الماتش هيتلعب او الماتشين اللي كانوا هيتلعبوا من غير الصفقات الجديدة، مشيت الدنيا ازاي الفترة اللي فاتت يا كابتن؟ والله هو احنا يعني اول ما جيت الحمد لله يعني عامل في ذهني وفي ذهن الجهاز كله ان احنا نعمل شجرة في النادي الاهلي للاعبين والفرق. الشجره دي تبدا من الناشئين تحت الشباب للدرجه الاولى، بنحدد مين اللعيبه اللي هتستمر، مين اللعيبه اللي نقدر نهتم بيها. الكلام ده عملناه مع رئيس الجهاز الكابتن ياسر الرملي وشغالين عليه، واستعنا ببعض اللعيبه من 2002 و2000 فتره الغيابات. طبعا فتره غياب طبعا اسلام فرقت معانا جدا، اسلام برضك راجل خبره، اسلام فعلا زي ما انت قلت مايسترو جوه الملعب وبره الملعب، بيريحني في حاجات كتير جدا، متفاهمين الحمد لله انا وهو في حاجات كتير جدا جدا، بيساعدنا على ان احنا نقصر المسافه بحيث ان احنا ندخل اللعيبه الصغيرين داخل الفرقه، ودي حاجه مهمه جدا لان المدرب ما بيعملش كل حاجه، لازم يبقى من اللعيبه ذات نفسهم ومن احساسهم، وده اللي مديه اسلام للعيبه. فطبعا دي قدرت ان احنا تاثر المسافه اللي ما بين اللعيبه وبين بعضها، وقدرنا نعمل الحمد لله ماتشات. انا بقول ان هي ماتشات جيده، مش هقول جيده جدا او ممتازه، لا جيده، لان انا متوقع ومستني منهم وجمهور الاهلي وكل الناس مستنيين منهم اكتر من كده. طبعا اسلام رجع لعب معانا الماتشين الاخرين بعد ما قال بالسلامه. اول ماتش تقريبا قلت له تلعب 10 دقائق، قال لي لا ربع ساعه، فلعبته 16 دقيقه. تاني ماتش بقول له كفايه بقى كده، قال لي لا، بقول لك ايه، النهارده انا هلعب كل الماتش. والحمد لله قدرنا تاني مباراه نديله 30 دقيقه، وكان عند حسن ظننا وادى اداء كويس فعلا. هو مايسترو كلمته مسموعه، بينفذ كل كلمه انا بقولها له مع اللعيبه، وبينفذوا هم الكلام طول ما هو موجود في الملعب. انت حاسس ان الفرقه فعلا بتسمع كلامك، بتنفذ اللي انت عايزه، ودي ميزه القائد فعلا، قائد خارج الملعب وداخل الملعب. عودته كانت مكسب لنا في الماتشين الاخرين الحمد لله. اكيد كابتن طارق محروس، المدير الفني للفريق الاول لكره اليد بنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لحضرتك وللفريق في الفتره القادمه. عندكم اشتراكات وعندكم مهمه صعبه، كل التوفيق.